السلام عليكم. اليوم نروحوا لبولاية ورقلة لنعرفكم على المشروع نتاع المركب الرياضي نتاع مدينة ورقلة، واللي تم الآن الانتهاء من الدراسة نتاعه والتحديد التصميم النهائي لهذا المشروع نتاع المركب هذا. فيه ملعب نتاع كرة قدم بسعة 25,000 متفرج، وهذه سعة جيدة بالنظر إلى مدينة ورقلة، وكذلك يعني لو كانت تكون ملاعب في كل ولايات بهذا الحجم تاع 20-25-30 يعني متفرج، هذا أمر جيد جدا. وتكون بعض الملاعب محورية كبيرة، تكون في ماشي كامل، لازم تكون أكثر من 30-45-50,000، ماشي لازم تكون كل الملاعب في الجزائر بعد الساعة، لابد يكون فيه يعني ملاعب بسعة متوسطة، لأنه فيه مشاكل كبيرة سوف تطرح يعني عندما انتهاء للملعب هذا. فيه المشاكل تاع الصيانة مهمة جدا، وهذه المشاكل يعني الملاعب هذه سوف تكلف أكثر من تكلفة البناء نتاعها. تكلفة الصيانة راهي كبيرة 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 جدا، وغير الصيانة ما تحبش، إذا حبست الصيانة في أي ملعب سوف يتدهور الملعب هذا، كيروح يتم إتلافه. إذا هذه الملاعب لازم الإنسان يفكر قبل ما يفكر في البناء، يفكر كذلك في الصيانة، لازم تكون صيانة، وهذه الملاعب لازم تجلب أموال، وتكون على الأقل تكون تجلب 50% من الأموال هذه هي اللي تمول روحها بروحها. إذا فيه هذه كل هذه الجوانب لازم أخذها بعين الاعتبار فيها كذا مشاريع. إذا 25,000 متفرج هي سعة جيدة، وأنا كنت خايف يكون أقل، لكن كي الحمد لله يعني سعة 25,000، حتى التصميم يعتبر جميل جدا وعصري. إذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول يعني التصريح نتاع وزير المكلف بهذه المشاريع، وزير السكن والعمران، وكذلك تتعرفوا على التصميم النهائي لملعب ورقلة. إذا والسلام عليكم. ولاية ورقلة من مركب رياضي يضم ملعبا لكرة القدم بسعة 25,000 مقعد، ومسبحا أولمبيا، بالإضافة إلى قاعة متعددة الرياضات بسعة 600 مقعد. وزير السكن أكد أيضا أن الشركة المكلفة بالإنجاز تحل بورقلة في غضون أسبوع. المركب الرياضي اللي راح ننطلق في الأشغال تاعو في غضون الأسبوعين الأولين تاع شهر جويلية، مركب مكتمل 25,000 مقعد، مسبح أولمبي يعني مطمار للألعاب القوى، وإنصال بوليفالونت يعني متعدد الخدمات، يعني كل هذا المركب الكومبلكس سبورتيف راح يضاف إلى الولاية من تجهيزات رياضية. هذا المركب اللي يعني كنا حريصين عليه، والسلطات العليا للبلاد كانت حريصة على أن ننطلق في هذا المشروع.